تركيز وعلى الواقعية وأمور كثيرة أمام جالي. محمد عبد المنعم في إصابة إيريك فاييه، مصطفى محمد الكرات الأمامية ومنتخب المغرب. أدي أمامنا الصراعات والقوة، أدي أمامنا محاولة تسديدة خطر أمامنا، كسيت مر أمامنا بسلام، تغطية هنا من حمدي الهجومي أمامنا، هنا كرة تبعد من جانب أحمد حجاز، مباراة فيها تحدي كبير. أمامنا هو محمد صلاح، بلال النني المراوغة خطيرة التسديدة، أدي أمامنا لمرمى غير مستوية، خطورة المنتخب الأمامنا الإيفوار، وارد دفاعية من اللاعب عمر مرموش أمامنا هنا، ووحدة الخطوط أمامنا هو، نشوف الكرات الثابتة، المساحة اللي بيحاولوا يوجدوها لنفسهم، انطلاقة من جانب فول أمام تشيلسي إن شاء الله في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الونش في مباراة اللي كانت أمام من جانب مصطفى محمد، المساحات وفاول نجم فريق نادي جالاتاسراي، شوف القوة أمام المنتخب المصري بيحاول يستغل الكرات الثابتة، مهمة جدا للمنتخب المصري. نتمنى إن شاء الله وهنينا منتخبين اللي وقع فيه في مباراة سيراليون، يعني أمامنا السجاهات ما بين المنتخبين، مصر فازت في 7 وش وادي الانطلاقة، لكن حمدي فتحي اللي ماسكين كورة لمسة يد، أهداف دولية أمامنا هنا، واحد من اللاعبين 2015 وكان عندهم وصفة مميز ودار الشحن للانتقال. أمامنا المحاولات الكرات الأمامية هنا، لكن دواري لازم المنتخب المصري يقابلها بمنتهى القوة، يغطي عمرو السولية في الجانب الآخر، وهنا التدافع وعنده هدف في التصفيات رشيد قوي يا ولد، عدى أحمد فتوح، فتوح فتوح اتأخر بعد كده استمر الحقيقة وكان من النجوم. لسه التعادل السلبي، الكرات الثابتة مهمة، مباراتين مقطوعة حلوة قوي وتسديدة، هي في منتخب مصر يخطف ويسجل، اتعملت خش أمامنا هي واحدة من الكرات اللي ما بين مالي غينيا الاستوائية ومصر، والكرة ديت عادة خطير سيرجيو ريه خطيرة يا ولد، عمرو السولية وتسديدة حلوة من جانب مرموش. النهارده في مباراة اليوم تعادل سلبي في اللقاء، السولية يلعبها حلوة قوي صلاح، هي طبعا اللي واقف فيه حارس المرمى السولية يا ولد، صلاح فضى نفسه حلوة قوي حلوة، محمد صلاح الركنية على القائم الأول، لكن عشان كده كان غاب عن مباراة الجزائر، وادي تمريرة لجوريه أحمد عاطي البدنية، طبعا فتوح من اللاعبين واحد من اللاعبين اللي بيعدوا إضافة أمامنا على عمر كمال، انطلاقة عمر كمال واخد قرار، بيبي 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 خطير خطير، وفتوح خطر 90 سنتي هلا منهم، طبعا هذه ان شاء الله نشوفها في كأس العالم في دوالا، كرات ثابته التسديده تغير اتجاه منتخب كوت ديفوار امامنا هنا في قدم باحد اللاعبين، تبقى صعبه جدا في التنافس جدا مع نادي الميلان جاكرا، الشرح ده ينزل بقى صاحب خبرات كبيره الى جرادال، اتاخر قوي اتاخر قوي في المسابقه الصغيره المباراه دي، كرات العاليه خطيره للمنتخب بدن صبحي اللي طبعا يعني واحد من اللاعبين وجاب هدف في مرمى منتخب، الى جون ميشيل سيري لاعب نادي فولم يلعب، محمد صلاح يبحث عن المساحه ولكن تدخل اللي بيتحرك امامنا بين الخطوط سجري مره ثانيه ملعوبه مرموش في اتجاه محمد صلاح، عمرو السوليه تدخل عنيف جدا قوي، اوجد لنفسه المساحه لعبه حلوه قوي مصطفى قوي، حط كونان ومرر كوره ومصطفى محمد في الدقيقه 36 ومرموش يلعب ركنيه، كره محمد صلاح يعلق كره عاليه خطيره، خرادي حجازي يعلق كره عاليه، محمد صلاح لكن طبعا قوي يوجه رساله لمنتخب كوت ديفوار سيرجيو ريه الى بيبي في منتهى الخطوره، ناوي حامل عرين كره صعبه قوي كره المجهود، بص الكره اتعملت ازاي، وادي امامه ده ولكن موجود الشناوي يشيل كره، لكن اختار الشو اختار العرض، وادي امام ترو فرانكي سي، ادي امامنا سيرجيو ريلا تغطي اللاعب سيري دي مره ثانيه اتحطت حلوه قوي، استعجل 120 دقيقه وتصل لركلات الترجيح، ادي امامنا بعد الثلاثيه التاريخيه مع المعادة محمد صلاح يلعب الكره العكسيه مكان كونان، ومن جانب اللاعب جون ميشيل ترجع مره ثانيه مرموش سمرينا، محمد صلاح عايز المساحه لكن شوف من جانب اللاعب ابراهيم موش الى محمد صلاح اللي عاجبني، محمد صلاح ومع مصطفى في التحركات امامنا اهو مميزة حتى الآن، لأن زي جون ميشيل سيري يا ولد يا فتوح، كرة عالية خطرة جدا التسديدة فتوح، ووصلت الكرة إلى هالر مع دفاعية كانت مميزة جدا من الكونغو وسليمان استلم على طول، اتمنى ان شاء الله يكون اول والمحاولات مع طبعا الحذر من ايضا كره كانت من محمد صلاح وكان انقذها ايضا استغلال بقى المساحات المراضي السرعه في المرور، لكن الضغط ايضا في ريال مدريد ثم كان مع البرتغال وقت انطلاقات صلاح التمرير اللي في العمق مرموش، ملاقات المنتخب المغربي في طبعا في من مصر وكوت ديفوار، كره اماميه
استلام عمرو السوليه، عمرو السوليه يلعبها على البعيده، توح سيرجيو ريه وبيبي في امامنا هنا مدافع فياريال حاليا، وايضا لقب محمد صلاح يلعبها حلوه قوي الى عمرو السوليه، موقفها الكره بقت وراه عشان كده حاول محمد صلاح ولعبها حلوه قوي، لكن عمرو السوليه النني اتحرك حلوه قوي، يلعب كره خادعه خادعه محمد النني امامنا هنا نجم، لكن المره دي ينقذها حارس المرمى صاحب الدفاع ووسط الملعب عدى بيبي، عدى لهجه حاده شويه، ادي انطلاقه امامنا من جانب كونان، كونيه ثالثه في اللقاء امامنا هنا المنتخب الجدي، صلاح بيروح فيها وبينطلق فيها، وادي امامنا احمد فتوح المساحات اللي بنتكلم عليها، كرات الامام عمر سريع، اظبط يا عمر اظبط يا عمر، الكره العاليه لكن تروح دفاعيه وتسديده حمدي فتحي قويه، الكرات العرضيه مميز، كره ملعوبه لكن المره دي التحدي بعرض الملعب زي بتاعت ليبيا، لكن المره دي صعبه تحارس محمد صلاح في المساحه، ينتظر المساندة محمد، حاول امامنا هنا من جانب جراديل، الكره العاليه جراديل بجدارته واستحقاقه، الكرات العاليه من احمد حجازي، محمد حط جسمه حلو قوي، يا لو اتظبطت لمصطفى في الدوري التركي بعد ما كان يلعب في ادن سبور، احمد حسام طه وتحسين ابو السلعه في جوبوما، الكرات الاماميه ما اصفر عنه وفاه 8 واصابه 50 مشجع للكاميرون، كان حلو مصطفى، مصطفى عدها بشكل افضل، لكن واضح تاثر اللاعب هنا الى اللاعب سنجاري، كونان ومحمد صلاح، محمد صلاح يحفل العمق وتحرك امامنا هنا، يا ولد يا عمر كمال، عمر كمال على المراوغه، ولكن سباستيان هالر الخطير في هذه الكرات، لكن خطير 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 وفرصه يدور مهم امامنا، هذه الكره الراسيه الخطيره عاليه، حذاري من هذه الكرات القامات الطويله، هالر 192 سنتي ركنيات خطيره بين 3-3 وتريزيجيه، يا راجل عملت حلوه قوي حلوه قوي، عايز ايه اكثر من الفريد زها، على طول تسديده دل وكره من بيبي امامنا هي مسدده وارضيه مميزه النهارده لمحمد النني الحقيقه مع وجود وعمر كمال وفتوح استمر في الملعب كتير، خلي بالك خلي بالك من زها، خلي بالك من زها 16، بص الكره يعني كان فيها توفيق كبير، والشناوي يبدو انه اصيب، لعبت الفولي يعني البجر بتاع الفولي لما بيبيع في التبديل المصري كونان كوت ديفوار كيتا ادي امامنا هنا تريزيجيه، تريزيجيه محمد صلاح، ادي تريزيجيه عملها المره دي اهو بالعرض، انقاذ رائع، ركنيه على القائم الاول قوي، حجازي الراسيه، ولد يا زيزو رائعه الى حجازي وراسيه، ماء في وجه وفي فم اماميه، عمر كمال يا ولد يا ولد، ربنا يحفظك يا عمر من اللاعبين الحقيقه في زي ما بنتمنى ايضا في اللي بيقدمها تريزيجيه، ترتد كوره سنجاريه، كوره هدف امامنا اهو، ادي كوره سنجاريه في الكوره القويه المسدده، لكن رايح واخد القلب يشيل كوره هدف على طول، بيبي كوره طوال الشوط الاضافي الاول، لكن بيصبر يوسف مرتين كان ثالث في 34 لكن تكمل الكوره وسقوطه، ولكن فتوح وكوره عاليه من سنجاريه، حجازي او نلجي حالات طرد، بص امامنا اهو الاستخدام اللي دخل بعنف وباستخدام للمرفق، تريزيجيه محمد صلاح لتريزيجيه، سبع اهداف وجات له كره يعني مش ممكن، محمد صلاح هل تظبط هل تظبط هل تظبط هل تظبط، نيكولاس بيبي ومحمد ابو جبل ابو جبل ابو جبل في الوصول والترشح، ادي زيزو الله ابو جبل يكون في الموعد، ادي امامنا سنجاري مرمى الحارس سنجاري يا ولد عمري، وابو جبل ابو جبل ابو جبل سنجاري وعمر كمان الثانية ممكن يشيل الثانية ممكن يشيل الثانية، مواصلة التفوق ومحمد عبد المنعم يا زاها اللي كان متعصب، ويلفريد زاها هنا في هذه الضربة صلاح